منطقة نارة سكنية كما كتشوفوا. الهدوء في هذا الصباح، لا سيارات في الطريق ولا، الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخوان وخوات متابعي الاعزاء، حياكم الله اينما كنتم، نتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة ان شاء الله. كما كتشوفوا راه اليوم في الطريق ان شاء الله للمزرعة الاخرى، عندهم الكوري فين يكونوا. تابعوا الفيديو، نتمنى ينال اعجابكم ان شاء الله. ما تنساوناش الله يجزيكم بخير من الدعم والتشجيع، صباحكم مبروك، تحياتي للجميع. واخوات على بركة الله ان شاء الله راه نشدها الطريق للمزرعة الاخرى، تما يدوزو ان شاء الله واحد الشهر، شهر ونص بحال هكاك، الا ما تقرب مرحلة الولادة. وراه كاين الطريق، كاين واحد خمسة السوايع ديال الطريق ان شاء الله. ان شاء الله كما كتشوفو القاطع راه جاي مع الطريق، ان راه حبس راه عام شوية في هاد المكان. مالي اخوان كما كتشوفو راه القاطع الحمد لله غادي مزيان، صحة جيدة، حتى شي معزه ما تأخرات، بقات الأخرى ولا عيات، مرة غادية على أمان الله. ها كاين أشجار الزيتون، شي أماكن فيهم أشجار الزيتون، أمرا معايا الكلبة ومعايا داك الإسباني اللي جاي كيساعدني. قاطع ملي ما كتكونش اشجار في جنب الطريق راه كيكونوا غادي مجموعين ما شاء الله عليهم كما كتشوفوا بدون مشاكل. كيكون معاهم مشكل غير فاش كتكون البلاصه كيكون فيها اشجار المعز المشاغب. هادي خوان راه وصلنا دابا لواحد المكان، منطقة سكنية فيها الأشجار، لكن دايرين هاد السياج هذا كما كتشوفو. السياج راه ميخليش المعز باش ياكل الأشجار. الكلاب راهم غاديين سابقين. قربنا الطريق الرئيسية، دابا راه ندخلو في الطريق الرئيسية إن شاء الله. الطريق راه خاوية هاد الصباح الحمد لله، بعدا ما كاينش السيارات عرقلوا لنا الطريق، نحنا اللي غنعرقلوا لهم السير. هما الاسبان راه كيصبروا ماشي دمهم بارد كيتعصبوش. كلاب راهم غاديين ان شاء الله عليهم. وي بريبة ورا خرجنا من الطريق الرئيسية كما كتشوفوا الاخوان. دابا صافي ان شاء الله راه الحصيدة والغابة، المكان اللي صعب راه دزنا منه فتناه الحمد لله بدون مشاكل. راه حبسنا الاخوان، درنا واحد الكاسكروت، دابا راه 10 ونزيدو نكملو الطريق ان شاء الله. مازالنا واحد 3 سوايع ان شاء الله وعاد نوصلو للمزرعة الجديدة، مزرعة فصل الخريف.
تما راه الجو المناظر وكل شيء تما كيختلف على المزرعه ديال التركان. التركان راه هو هذا كما كتشوفوا، راه تما لقات المزرعه فين كان المعز. دخلونا سير عاو في هاد الغابة هادي، شكلنا تناكلو الكسكروت. هو المرعى لي تيعجبو المعد ما شاء الله. هيكا هيكا راه نهر الإشارة ماضية ما شاء الله عليها. شوفو شجر البلاط ومشاو تيجري، قصرة كاين البلاط هنايا، كاين البلاط سيوس في الأرض، طايح في الأرض موجود. البلاط هذا خويا بارك الله خير موجود. الضيعة هذه ما شاء الله ديال اشجار اللوز راه سمحوا فيها مواليها، كي ولات هنايا ولات غابة. غادي نحبس فيها شوية هنا تيرعى المعز. سبحان الله الأرض عندهم هنايا غير ميبقاوش يحرطوها واحد المدة مثلا ديال 10 سنين ولا هادي كتولي غابة، لأنها هي أصلا كانت غابة قبل ما يطوعوها ويخدموها كانت غابة من قبل. الله ونبيا أيوا مودي ترلادو خوان، راه السميشة مشات تسخن، هاو راه دابا راه ضربنا نص الطراق تقريبا، مبقاش بزاف، وكاين شوية التعب مع الحرارة كيكون التعب، ماشي بحال الصباح الجو بارد. الحمد لله أمر الله، النهار كله ديالنا وشي ديال الله، حدا وحدة الإنسان تيوصل. رزقها السلامة، قطع طور ما خصيش تمشى به، تمشى عليه بشوية باش ما إنهم حامل باش يوصلوا في صحة جيدة إن شاء الله. سبحان الله راه عندي واحد المعزة هنايا عندها شي خلل في الحنجرة، كتمشى بزاف كتبدا كدير هاد الصوت هذا، كتشخر. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين. أخوان وخوات كما كتشوفوا راه وصلنا في أمان الله أنا والقطيع، كتشوفوا المزرعة الجديدة هي هادي فين تيكون البقر هنايا في فصل الشتاء، راه كيكون هنايا في فصل الربيع البقر، راه هذا هو الكوري ديالهم هنا فين تيعيشو في هاد المزرعة هادي. دابا حاليا راهم في المزرعة فين كنت، و
الفوراج لنا هنايا المعز كما كتشوفوا. ما المعز راه سبحان الله عارف هذا المكان، راه جاو سبقوني راه مشاو كيوردوا. نبداو يباتوا في هذه الزريبه ان شاء الله هذه، وغادي نبدا نعطيهم الاكل حتى بالليل. ما غاديش نبدا نخرجهم يرعاو في المرعى، وبالليل ثاني نعطيهم الاكل هنا. غزلنا الوكالات هما هنا كما كتشوفوا، علاش؟ لانه المعز خصنا نهتموا به دابا، خصو العنايه، لانه من الاكثريه راهم حامل. هما الوكالات الاخوان هما هنا كما كتشوفوا. اخوات نتمنى يكون عجبكم الفيديو واستمتعتوا بالمناظر اللي جات في الطريق كما شفتوا ان شاء الله. وتنساوناش لايزيكم بخير، دعمونا بلايك، ضغطوا على زر الاعجاب. جزاكم الله خيرا. والاخوه اللي اول مره كيشوفوا الفيديو، كيشوفوا قناه تربيه المعز، ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد. مرحبا بكم، مرحبا بالجميع، وتحياتي للجميع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.